اهلا، سلام الحبيبات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. الزوينات ديالي تكونوا مرتاحين بعدا جات هاد الخميس والجمعه والسبت والحد. زوينه والله القسم زوينه. على شحال باش تجي هاد الكونسيدونس ديال الخميس والجمعه والسبت والحد؟ ايوا هادشي اللي كاين. كي دايرين الحبيبات؟ نتمنىكم يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. الحبيبات ديالي الله يحفظكم ولا لا يخطيكم. البارح كنت بغيت ندير لكم ستوري البنات، ولكن البارح كنت فاتيغي لانه عرفتي باش تقبض الطريق في 4 الصباح صافي كاو. تقول بحال اللي قلتي لنا البارح كنت نعسى واحد ساعتين، ميم با ساعتين البارح. اولا عمي قادي تايا. هادشي اللي كاين حبيبات، بغيتي نهضر معكم في واحد الموضوع، خليكم معايا. الحبيبات ديالي، الغزالات ديالي، بغيت نهضر في واحد الموضوع والله القسم الا حشمان انني نهضر في هذا الموضوع، لانه انا طلع لي في راسي حشومه. نبقى انا اشك فوا نبقى كنصدع الناس بهذا شنقول لكم. هادشي والله العظيم الا طلع في الراس، والله القسم حنا معنيين بالامر وطلع في الراس. وحسك الناس اللي غير كيشوفوا لي ستوري وكل انسان كيتواصل معاك اون ديريكت منك ليه، شحال من راه حطيت له لي موغو التليفون ديالي، والانسان كيهضر معاك هكا وتيوصل لشي حل وبقمه الاداب وبقمه الصواب. وحنا ماشي راه حنا راه تنتفاهموا، كلشي راه ماشي راه كتكبر فينا، ماشي عاوتاني الانسان. البارح البنات شفت واحد السيده، ديك اللي كنت قلت لكم بارطاجاوها معايا، قسما بالله انا ديك السيده ما عمرني شفتها، وتنحف لكم بالله ما عمرني شفتها. انا ديك المراه ما عمرني شفتها. قلت لكم البنات انا البارح راه كنت بغيت نهضر في هذا الموضوع البارح، ولكن تحت جيت كا وعيت الصراحه. ديك السيده اللي كنت قلت لكم راه واحد المراه كبيره وبارطاجاوها معايا تتهضر، وانا ديك السيده والله ما عمرني شفتها ولا قسما بالله، تتفاجئ بانه هي متبعاني وانا ما عرفتهاش. وقالت ونط قالت لهم انا راه ماشي مرا كبيره، انا راه غير دايره الفولار والفولار تيكبر. واخا لا ماشي مشكل، سمحي لينا الا قلنا لك مرا كبيره، ماشي مرا كبيره اننا تنعنيو بها مرا كبيره شارفه، مي كان عنيت بها انسان بعقله، كنا بعقلنا تبارك الله، ماشي رحنا تبارك الله راه ماشي راه 40 راه وصلناها وفتناها. اذا كنا تبارك الله بعقلنا وكنا نكونوا مرزنين ونديروا حل راسنا ونكونوا بقمه ديال الوعي وبقمه ديال اش نقول لكم اللباقه والاداب. هادشي باش كيتحل اي مشكل كيتحل. قلت لكم البنات المهم هي خرجت جاوبتني قالت لي انا ماشي مرا كبيره، انا راهي بنت 75 وهذا واخا لا ماشي مشكل، سمحي لي انا ما عنيتش فيها انك مرا عجوز، مي زعما بنتي ليا مرا على ما شفت انا ما عمرني شفتك. انا ملي شافوا بارطاجاو معايا اللايف ديالك، ملي تبعت واحد شويه من اللايف ديالك وشفتك كتهضري عليا، بنتي ليا مرا بعقلك، بنتي ليا مرا موزونه، بنتي ليا مرا اش نقول لك قمه الوعي، بنتي ليا بنت الناس، بنتي ليا من خلال الشوفه اللي شفتك انا في هذا في اللايف. مجرد انني شفتك بنتي ليا من هذا النوع، حيت راه كل واحد كيبان تتبان لي على وجهه، راه اي واحد شتي نمثلو نضحكو سميتو راه كيبان لبدا كيبان. اذا بنتي ليا من ذاك النوع، بنتي ليا مرا زعما في قمه الاداب ومصوابه وهكا. بنتي تنتفاجئ البارح بانك طلعتي دي ستوري وكتقولي بانه انتيا مشيتي لتركيا وتقديتي السلعه عن حب وجايباها فرحانه بها ودي موديل زوينين، وكتلقي راسك تتلقيني بانني انا هرستك، بانني انا طيحت عليك. حتى هذيك السيده الاخرى، واحد السيده اخرى في اكادير، حتى هي انا ما فهمتش واحد القضيه. انا اللي بغيت تفهم لي هادشي اللي وليت كنشوف مؤخرا، علاش الرجال كيدخلوا في هاد الامور؟ علاش الرجال كيهضروا حتى هما في هاد الامور؟ حنا بيناتنا العيالات، علاش الرجال السيده كتهضر على راسها مرا بينها وبين مرا، علاش راجلها حتى هو كيهضر في الموضوع؟ ما
عرفتش انا الظاهره اللي وليت تنشوف مؤخرا ديال ان حتى الرجال كيهضروا وحتى الراجل كيهضروا كيتسب مراه و... شنو هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوا مؤخرا؟ الرجال كيبقاو بعاد، حنا عيالات بيناتنا نتفاهموا، ولكن الرجل واش انا عمركم سمعتوا راجل يهضر في شي موضوع ولا كنت كنهضر وتداخل حدايا؟ ولا انا دابا والله الا خليته تنزل يشرب قهوه عاد درت هاد لي ستوري، حيت هو بعدا اولا نهار تيهضر الا هضر سمع شي حاجه تيسمعني خلو دنيا ما تيقول لي شي حاجه على واحد اخر ولا قولي ولا انا كنهضر هو حتى هو تيتحامى وداك الشيء جامي. واش عمركم سمعتوه الا هضر اش كيقول لي الجمله اللي كيقول لي تيقول لي امل عافاك ما تطيحيش بينا راه ما كنرضاش راه حنا ماشي ديال هادي هضرت راجلي انا قسما بالله العلي العظيم موال راجلي انا هو هذا امل راكي كطيحي بينا امل راه حنا ماشي ديال هاد الشيء امل راه ما كنرضاش راه كتحطيني في واحد الموقف ما كنرضاش به امل راه هذا هو موضوع راجلي باش انه يجي انا تنهضر في الموضوع مراه بيني وبين عيالات وراجلي تيطير حدايا وتيهضر حتى هو في الموضوع. المهم انا كي قلت لكم غنجاوب واحد جوج هذيك السيده اللي عندي معها المشاكل هذيك ما نهضرش عليها نهائيا انا تنقولها باش ما تلقاش سبه وتنوض عاوتاني حيت هي تتلقاها سبه باش تنوض عاوتاني تنوض ليا انا كنهضر على واحد جوجات اللي عاد خرجوا وبغاو زعما يديروا ديك التحامه وبحال اللي بيديروا بحال اللي زعما بينوضوا زعما التجار وبيديروا بحال اللي قلتوا بيديروا شي عريضه بيا قال لك تنهرسهم انا تنهرسهم في لي بخي حنا نهضروا على هذه القضيه ديال تنهرس انا السيده اللي دوات اللي كنت قلت لكم مرا كبيره انا تنمعني لكم ديك مرا كبيره اما انت راه ما لحد الان تنقول لك انا راه ماشي مرا كبيره انا هي بنتي ليا بعقلك مرا بعقلها دايره الفولار ديالها داخله سوق راسها هادشي تنعني بها قلتي انت مشيتي تقديتي السلعه وجيت انا وهرستك بالاثمين قلتي بانك هرستك انا بالاثمنه ناقصه عليك 150 ناقصه عليك 200 درهم ناقصه عليك ايوا وقسما بالله وتا هذيك السيده الاخرى اللي كان راجلها حتى هي كيهضر حداها اللي قالت لك انا كنجيب الحاجه ب 400 وكتجيبها هي وكديرها ب 300 انا نجاوبكم بجوجكم وبقمه الادب وبقمه الصواب ان الناس اللي انا والله تحشمت لانه ما عنديش كي ندير تنتواصل معاكم ما عرفتش كي ندير تنتواصل معاكم ما انا نتواجه معاكم ما عنديش مشكل واجه اللي واجه ما كاينش محسن الانسان من المواجهه ملي كتحطي الامور فوق الطبله صافي كتحسمي فيهم اننا باش نبقاو تنهضروا ونصدعوا هاد الناس اللي كيتفرجوا فينا ونهرسوا لهم راسنا بهاد المشاكل ديالنا وبهاد الصداع ديالنا راه حشومه هاد الناس ماشي ديال هادشي هاد الناس كيتفرجوا فينا اما دي فان تيعجب تنعجبوهم يا اما دي كليونت تيبقاو بعاد على هادشي وسمحوا لي الحبيبات ديالي حيت راه ما عنديش كي ندير تنهضر في هاد الموضوع الا من خلال لي ستوري ما عنديش كي نهضر فيه الصراحه ما نكذبش على الله كنتمنى هاد الناس راه ديما تنحط لو نيميرو ديالي ديما 06605 82 60 حطيتو مع 10 نتواصل وتجي زوينه وكتجيب قيمه وتيكبر الانسان في عينيك امدام الله يرضي عليك راه كيهرستيني راه انا جايبه بهذا الثمن وهذا وراه ناقصه عليا 200 درهم ولا ناقصه عليا 300 درهم ولا والانسان تيجي داكشي بالكبرانيه وكيجيب قمه الاداب وقمه الواعي بلا ما الانسان يبقى تيقول انا عاد صليت العشاء ودعيت الله هرساتني لا هذيك ماشي حاله هذيك انا غادي نقول لك اعوذ بالله قلت انا الا عمرني شفت شي لايف قسما بالله وكنحلف بهاد الايام المباركه قسما بالله العلي العظيم قسما بالله العلي العظيم وانا بعيده على بلادي دابا وباقي تابعاني على الرام ديال الطريق قسما بالله وما بغيتش ندعي في راسي حيت بزاف الناس يقول لي امل ما عافاك ما بقيتش نسمعوك تدعي في راسك قسما بالله العلي العظيم الا عمرني شفت شي لايف ديال شي وحده وشفت لي بخي ديالها ودرت لي بخي بالعاني باش نهرس ديك الانسانه لهلا يوصل لي لداري على خير الا عمرني شفت شي وحده انا نعاودها المره الثانيه شفتها حطات دي موديل ومشيت انا تعمد
انني نهرس ديك السيده الله يجعلني نتهرس انا على جوج. وي ما شيري، عمرني في حياتي ما شفت شي ثمن ولا شفت شي ولا تبعت شي لايف ولا شفت الثمنات ولا درتها بالعاني لهلي. انا بغيت نفهم علاش كتبغيو علاش كتبغيو، وحلفت لكم مرارا وتكرارا، حلفت لكم في دي لايف تنكون دايره لايف وكنقول لكم قسما بالله قسما بالله ما كنوي انني نهرس شي حد. كنجيب السلعه ديالتي كنحط دي بري تري ريزونابل، رابحه ماشي ما رابحاش. ما يمكنش انا نبيع بالخساره باش نهرسك انتيا، لا ما يمكنش. انا راه تنخدم تنضرب تماره ماشي باش نبيع بالخساره باش انا نيتي نهرسك. علاش اشنو غنستافد الا هرستك؟ اشنو غنستافد انا؟ اشنو غنستافد؟ غادي ندي ذنب كبير مع الله وما غاديش يسخر لي ربي في التجاره ديالي. شحال ما قست غادي نطيح، لانه نيتي انني نهرس تجار اخرين. نهرسهم على ربي غادي يدوزها ليا؟ راه ما غاديش يدوزها ليا، راه ربي كيشوف، عالم على القلوب، عالم على النوايا. حاشا ولله. انتوما دابا كتحاولوا تبينوا للناس انني راه داكشي كنتعمدوا وبغيت نهرسكم. وانا حلفت لكم بغيتوا تصدقوا صدقوا، ما بغيتوش تصدقوا راه كاين الله فوق الجميع، راه كاين الله. انتوما دعيو الله وخلي ربي غادي ياخذ الحق. الا كنت انا في نيتي داكشي خلي ربي غادي ياخذ فيا الحق. انا تنجي ندير دي بخي والله ما كنشوفكم شحال دايرين، والله ما كنشوفكم شحال دايرين. كندير واحد الثمن مناسب اللي انا ديما انا كنلعب على كونتيت، انا ديما كندير غير البركه من طبيعتي. من نهار بديت البيع والشراء وانا غاديه بواحد بهاد لا بوليتيك، زعما ماشي انا غاديه بها. اذا باش تقولي باش كلكم تنوضوا وتقولوا وشتي بارطاجي لشي واحد، كتحط لها هادي وواحد كتحط لها هادي ستوري وواحد كتحط لها هادي، باش زعما تبينوني انا كنهرس. انا ما كنهرس تحت، انا كندير ثمن جد مناسب وما شفتكمش شنو دايرين. لانه طلعوا ثلاثه ديال التاجيرات تيهضروا، جوج هضروا في اللايف، جوج هضروا في لايفات، ما تنهضرش على وحده ما كنهضرش عليها نهائي، ما بقيتش كنهضر عليها. صافي هذيك خرجوها البنات، ما تنهضرش عليها، تنهضر على دوك الثلاثه اللي دابا خرجوا وغادي يكونوا واحد اخرين كيهضروا، انا ما شفتهمش الله اعلم بهم. المهم انا هاد من خلال هاد لي ستوري راه بغيت نوصل المعلومه لكل شيء. حتى اللي تيقول لك راه بغيت مجرد انه تيفكر فيها راه يخرجها من دماغ، راه ماشي من طبيعتي انني نهرس شي واحد. واحد خدام على راسو انا نجي نهرسو ابدا، واش ندير هادي؟ وماشي من الخصال ديالو، ماشي من تربيتي، ولان تنخاف من الله. علاش؟ لانه غادي يهرسني انا سيد ربي وما غاديش يكمل عليا سيد ربي في التجاره ديالتي، ما غيكملش عليا سيد ربي. اذا انا رابحه، ما يمكنش نهرسك وانا ما رابحاش. انا رابحه وداك الثمن اللي حطيت رابحه وقانعه به والحمد لله. اذا كونوا على يقين ما هاد الهضره، بغيتو تدخلوها لراسكم تيقوها مرحبا 6000 مرحبا، ما بغيتوش تيقوها نتوما حرين. خليوني مني اللي خلقني، احنا تفاهمنا على هاد الامور الله يجازيكم بخير. حيت راه وكثر ديك السيده اللي محتجبه اللي مولات اللي قالت لي اللي كنت قلت عليها مراه كبيره وداك الشيء، كانت قالت لك هرستيني انا جايبه داك الشيء كل شيء كيضرب تماره، ماشي غير انت اللي كتضربي في تماره وكتجيبي عن حب وكتكوني فرحانه. راه لا ميم شوز حتى حنايا، راه حتى حنا دايرين هاد الشيء فرحانين به، راه ماشي تنبنيو به العمارات ولا هازين به ما عرفت شنو، راه فيه حتى وين البركه. فرحانين بيه وتنضيعوا فيه وقتنا وتنلهيو الوقت وتنديروا شي حاجه مهمه. هادشي علاش دايرينو؟ ما دايرينوش حنا باش نبنيو به العمارات، هادشي علاش دايرينو؟ المهم البنات كونوا على يقين ما الهضره. انا دابا دزت هاد الموضوع، بغيتو تفهموا هاد الموضوع فهموه مرحبا 6000 مرحبا. اللي عندها شي مشكل ولا بغات توصل معايا راه من الاحسن، لان حشومه باش نبقاو كل ساعه نرسو لهاد الناس راسهم. حشومه بغينا نطلعوا لهم شي حاجه زوينه، ناشطين ضاحكين نفرفشوا عليهم، لان كل واحد مسكين عالم به غير الله. الناس ما بقاوش بغيت تصدعوا بشي حاجه ماشي هي هادي. حنا درنا البيع والشراء ودرنا، خلي البيع والشراء يبقى بقواعده بالهمه ديالته بالشان ديالو،
بلا هاد الحرب بلا دراتك شي حاجه تواصلي معايا، انا ديما كنحط نمرتي على الراس والعين. الا رديتها في وجهك ديك الساعه قولي لي انت بنت الحرام رديتيها في وجهي. انا ما نبغيش ليك المضره، كيما نبغيش شي واحد يضرني انا ما نبغيش ليك المضره، لا انت ولا الاخرى ولا الاخرى. دوك كاع دوك الثلاثه اللي يهضروا وحده ما كنهضرش عليها البنات، هذيك صافي سي فيني ساليت الموضوع ديالها ساليتو. اذا صافي دراتك شي حاجه تواصلي معايا. انا داك لو بخي اللي كندير انا مسلكني يا البنات، هذاك لو بخي اللي كندير مسلكني زعما مرتاحه ما مضروره ما مهرسه الحمد لله، لا واحد البركه الحمد لله، ولكن ماشي مشكل. هي كتقول لك السيده قالت لك انا كنجيب الحاجه ب 400 درهم وانت كتجي تحطي لها 300 درهم، هذيك الحاجه اللي جبتيها انت ب 400 درهم راه شريتيها ب 15 يورو، علاش غديري لها 400 درهم؟ راهي 300 درهم كافيه، حيت حاطه فيها واحد لو مونطون قليل، الا ديتي فيها 50 درهم راه البركه، راه ماشي مونطون كبير باش غتزيدي فيه. مثلا تنعطيك غير مثال، دابا هذا هي وجهه نظري انا كيفاش طريقه البيع والشراء ديالي. لو مونطون صغير ما كاينش نربح فيه بزاف، لو مونطون صغير ممكن دير فيه 50 درهم خير والبركه. مازال كون كان مونطون كبير ايه 100 درهم ماشي مشكل. واش فهمتوني دابا انا كيفاش غاديه باش تفهموا حتى نتوما؟ ما بقيش تخليو رجالكم يدخلوا في هاد الامور، ما بقيش تخليهم حتى الا بغا يهضروا هما فراني ورجالكم شويه، لان حنا بيناتنا العيالات هذا سوق العيالات خصنا نبقاو فيه حنا عيالات، نتواصلوا مع بعضياتنا نهضروا ما فيها باس. انا واحد الانسانه اللي كنتفاهم ما نبغيش المضره لشي واحد على رقبتي، ما نبغيش انا تواصلوا معايا البنات مورا موقع هاد داك المشكل مع ديك السيده ديك لا كونكورونت. تواصلوا معايا شي ربعه الناس ولا خمسه في لو نيميرو سيرفيس ابري فونت، قسما بالله وقالوا لي امال كنا كنمشيو عند التجار وكيهضروا فيك وكيحرشونا عليك ومني سمعناك كتهضري وعرفنا الحقيقه حاولنا حنا نتواصلوا معاك ونطلبوا منك السماحه، وكنا فعلا كنعايروك وكنا راه كنتي فاش كنتي تقال لينا عليك وكنتي راه كنتي خسروا ليك صورتك راه خصك تشوفي خصك علاش انا نهضر على تاجيره اخرى حشومك كنطيح براسي. انا تجي عندي اون كليونت ونهضر في تاجيره اخرى راه غتقل مني هذيك لا كليونت، انا غادي تقل مني ما غاديش بقيت تحترمني اوتوماتيكمون ما غاديش تحترمي هذيك السيده. اذا ما كاينش لاش عرفتي شحال تواصلوا معايا. عرفتي واحد السيده قالت لي راه ما يمكنش راه عرفتي نقول لكم شي ساعه يمكن هي كتهضر معايا في التليفون، قالت لي امل عمرني ما عرفتك تتهضري بهذا القمة الادب وهذا القمة الصواب وهذا الطيبوبه وهذا راه كان قالوا لي راه كان قالت لي راه كانوا معمري لي راسي تتبان لي وحده اخرى. هي ما تستاهلش البنات هذا الشيء كله، الله يسهل على الجميع اللي كيضرب تماره الله يسهل عليه. وانا والله ما فنيتي نهرس شي حد وتنحف لكم بالله البنات، انا كنحط لو بخي والله ما كنشوف شي لايف ديال شي حد ولا الثمن ديال شي حد، وتنحف لكم بالله وقلتها لكم شي 10000 مره. الا بغيتو تامنوا بالله راه حلفت لكم بالله، الا ما بغيتوش تدخلوا هذه الفكره لراسكم نتوما مامنين بواحد الفكره يمكن دايرينها سبه ولا انا ما عندي ما ندير لكم. انا برأت لكم راسي بانني وحلفت لكم بالله، حيت راه ما احنا الله ماشي لعبه عندنا باش نبقاو تنحلفوا به. اذا الا امنتوا بالله راه هادشي اللي كنقول راه هو الحقيقه، راه ما فنيتي نهرس حتى واحد ما فنيتي علاش غنهرس. المهم انا حنا ضربنا تماره، قالت لهم انا ضربت تماره جبت في الاخر انا راه صيفطوا لي واحد السيده زايده عليا 700 درهم في واحد لارتيكل 700 درهم زايده عليا فيه ما عرفت شحال. المهم انا تنبيعو ب 850 وهذيك السيده دايره لي 1500 درهم، حتى هي تعمدها والله ما شفتها حتى صيفطوها ليا عين الناس، والله هي ما شفتها سلكني هذاك الثمن درتو والله ما شفت شي حد. البنات عقلتوا نهار صورت لكم لا فاكتور ديال الوايت هاوس، لي فاكتور ديال الوايت هاوس، الا عقلتوا فاش كنت في تركيا كنت البنات مشيت خديت 70000 دولار من الوايت هاوس، هي من لا مارك هي من الوايت هاوس لا ميزون وايت هاوس، خديت فيها 70000 دولار، 35000 دولار لمراكش و 35000 دولار الكازا دو فاكتور.
راه كنت بارطاجيتهم معكم وحطيتهم حطيتهم لكم في ليستوري كنت حطيتهم لكم. انتم شفتوا كان ناض عليهم حتى هما سكوندال ندموني كاع عليهم ناضوا وكذبوهم ليا وفي الاخر حطيت لهم بالسميه. المهم صافي اللي فات مات بلا ما نهضروا عليه بلا ما نتكلموا عليه. قلت لكم البنات 70,000 دولار. 70,000 دولار هي شحال؟ نقولوا حنا نديروا لها 70 مليون. 70 مليون مغربيه. المهم البنات خديت هذيك الوايت هاوس ويوقع مشكل في الديوانه هي توقف السلعه. ما كاينش شهر السلعه نورمالمون حنا كنتوصلوا على اون سيمين شهر وديك السلعه ديالتي واقفه في الديوانه. حنا نهضروا على الوايت هاوس حيت جاني داكشي الاولاني الوايت هاوس كانت تاخرات حيت كانوا باقيين تيجمعوا ليا دي موديل اخرين من دي ميزون اخرين حيت ما كايناش وايت هاوس وحده. الا ما لقاوش واحد الوايت هاوس كيشوفوا ليا لي وايت هاوس الاخرين. وقفت هذيك السلعه في الديوانه كان مشكل في الديوانه وقفت شهر من الايام شهر. يلاه البنات باش خديت انا هذيك السلعه بدو سومين داروا الوايت هاوس داروا السولد. الوايت هاوس داروا السولد تصوروا انا شاريه بلان طريف والوايت هاوس ناضوا داروا السولد. قلت لكم البنات انا كنشوف سلعتي اللي مخلصها بلان طريف مازال كاع ما وصلتني ومخلصها بلان طريف وديجا الوايت هاوس دارت السولد. يلاه خديت بدو سومين داروا السولد. ناضوا ناس تجار اخرين كلهم بريسك استافدوا من السولد. خداو منين شافوا السولد نادو خداو خداو لي زارتيك دوك اللي داكشي اللي واخده انا بالثمن بلان طريف نادو خداو السولد. واش ما تنزلش عليكم النقطه؟ ملي تحلات الديوانه دخلت ليا سلعتي ودخلت السلعه ديال الناس اللي واخدين بالسولد. قدي قدهم هما واخدين سولد وانا تانا وصلتني سلعتي قدي قدهم واخده بلان طريف. وتنقول لكم البنات قسما بالله الا ثمن 70,000 دولار ما هي 10 المليون ما هي 20 مليون ما هي 30 مليون ما هي تقولي شي بس ما كاين ما هي نيت لو مونطون طالع. اشنو اضطريت انا ندير اشنو في نظركم نبيع انا واخده بلان طريف ونزيد الربح ديالي؟ اش غادي ندير في نظرك كنتو نتوما في بلاصتي اش غديروا؟ نزيد الربح ديالي غادي يبيعوا الناس اللي واخدين سولد غادي يبيعوا رخص مني غنتسمى انا كنشفر الناس تنبخرف الناس وهما واخدين سولد وانا واخده بلان طريف وجايبه مونطون كبير ماشي مونطون صغير تغامري به كيف ما كان ماشي مشكل. طريت ندير بحالي واخده سولد وكلشي بعته براس مالو كاين اللي بعته بالخساره كلشي درت ليه راس مالو وكاين اللي ما قدرتش ما يمكنش خصني ننزل باقي على راس المال لانه غادي يبيعوا بقل مني كاين اللي بعتو بالخساره لانه وقع مشكل ما عندنا ما نديرو هذه التجاره ما عندناش ما ندير ما عنديش شي حل. كيف قلت لكم البنات ما عنديش شي حل عندي هذا الحل هذا اللي ندير. وكمدها لقلبي وسكت وخرجت ديك السلعه براس مالها وكاين اللي خاسره فيها 200 درهم كاين خسر فيها 100 درهم كاين تخرجتها حيت وقع مشكل. هادي التجاره باش يقول لي شي واحد انا راه تنجيب تنتعمد هادي اللي كضرني في خاطري كنتعمد نطيح عليه وهذه المعاناه اللي تنعانيها مع التجار من زمان زماني وكيحسبهم انا هادشي راه كنتعمدو كنطيح عليهم الثمانات باش نبان انا. لا راكم غالطين وكونوا على يقين ما تهضر كنقول لكم قسما بالله الا راكم غالطين والله ما كنشوف حتى لي بخي اللي كديروا والله ما كنشوفو تنجي نحسب حساباتي نشوف واحد مسلكني صافي كنحط لو بخي صافي ما كاينش شي حاجه بغير هادشي. نتمنى الا كنتو فيك الا كنتو زعما بنات الناس وبنات الاصل وبنات النخوه وبنات اش غنقول لكم حيت انسان راه تيبان ليه كان عندك شي مشكل كان عندك شي حاجه عيطي ليا هضري معايا الا رديتها لك في وجهك ديك الساعه لوميني ديك الساعه لوميني حيت انا ما نبغيش لك الخساره وما نبغيش نهرسك
نهائيا، حيت كل واحد كيضرب تمره والسلعه ديال تركيا راه ما سهلاش. السلعه التركيه راه تبارك الله الدولار بعدا راه طالع عاوتاني هاد الايام طالع للسماوات، السلعه غلات عام على عام تتغلى. الانسان الا مشى تما وبيت تقدم ما هي وما لونها العذاب الاليم. الله يكون في العوان، انا داك الشيء راه عارفاه ومجرباه، الله يكون في العوان. ايوا انسان تخليه يضرب هاد التمره وتجي تهرسيه؟ لا ما نهرسكش، هذاك الشيء ما كنتعمدوش. وسمحوا لي الحبيبات ديالي الناس اللي عندي هنايا المتتبعات لي كليونت ديالنا، سمحوا لي الله يجازيكم كل خير، حيت ما عنديش باش نوصل هذه المعلومه. انا كنت نتمنى نهضروا تليفون بيناتنا التجار، ولكن انا ما تيبغيونيش، ما تيبغيونيش، ما عندي ما ندير لهم. طلبتها ما مره ما جوج، شحال مره كنقولها، تنقول لهم مواجهه راه زوينه، ملي كتواجهي الانسان راه زوينه، راه ملي كتواجهيه راه تتخلي هاد الشيء كتخليه بينك وبين التاجر. ما عندكش لاش تهرسي للناس راسهم، حيت الناس ما عندهم ما يديروا بهاد الهضره الخاويه ديالتنا، هادي بالنسبه لهم هضره خاويه. ما عندناش لاش نبقاو كنصدعوا للناس راسهم، حيت الناس بغاو شي حاجه زوينه، بغاو شي طاقه ايجابيه، شي نشاط، شي ضحك، شي موسيقى، تلقي موسيقى وتحكي معاهم. حتى اللي كانت شويه مهمومه كتلقاها كتبتسم. اذا حسن تواصلوا تواصلوا، تنهضر مع بعض تجا، اما واحد لوحده اخرى لا.